نستهله بالشأن الأمني، حيث حجزت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية سيدي عبد المؤمن التابعة للكتيبة الإقليمية لدرك المحمدية بولاية معسكر، حجزت 250 قنطار من مادة النخالة وشاحنتين في نقطة مراقبة بالطريق الوطني رقم 4 الرابط بين الغمري والمحمدية، وهذا وبعد تمديد الاختصاص لبلدية سيدي سعادة قرية المطمر ولاية غليزان تم توقيف مشتبه فيه واحد. التغطية لغنية غلمي. أما كانت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالمحمدية في إطار محاربة ومجابهة الجرائم لا سيما المضاربة غير المشروعة من حجز 250 قنطار من مادة النخالة، العملية تمت أثناء قيام الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد المؤمن بخدمة خارجية، وذلك عن طريق وضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 4 الرابط بين بلدية الغمري والمحمدية، إذ تم توقيف شاحنة وبعد مراقبة وثائقها الإدارية وتفتيشها تبين أنها محملة بكمية من مادة النخالة قدر وزنها ب 70 قنطار. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية ومواصلة التحقيق تم تمديد الاختصاص بلدية سيدي سعادة قرية المطمر ولاية غليزان. بعد عملية التفتيش أسفرت العملية على حجز 180 قنطار من نفس المادة وشاحنتين، إضافة إلى توقيف مشتبه فيه واحد.